السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم ومرحبا في هذه الحصة من مادة النشاط العلمي والتي سندرس فيها ظاهرة تبدد الضوء. وكما تعرفنا في الحصة الأولى، فهناك بعض الأجسام التي تبدد أو تحلل الضوء الأبيض وينتج عنه ظهور أضواء ملونة، وتمكنا من رؤية هذه الأضواء على القرص المضغوط لما سلطنا عليه الضوء الأبيض للمصباح اليدوي. كما اكتشفنا أن هذه الظاهرة تحدث بشكل تلقائي في بعض الأيام الممطرة، حيث تسلط الشمس أشعتها على قطرات المطر فيظهر في السماء قوس قزح. أما حصتنا اليوم فسنكتشف من خلالها ألوان طيف الضوء الأبيض. إذن في المحور الأول سنستعمل القرص المضغوط لعكس ضوء الشمس على الحائط كما تبين لنا هذه الصورة، ونكتشف ماذا سيظهر. نعم جيد، إذن نلاحظ على الحائط بقعة ضوئية ملونة. لنحدد أسماء الألوان التي تظهر في البقعة الضوئية الملونة. نعم، إذا نجد الأحمر، البرتقالي، الأصفر، الأخضر، ثم اللون الأزرق. لنكتشف أيضا هذه التجربة، هنا سنستعمل موشورا، وهو جسم يمكن من تبديد الضوء، من تحليل الضوء. لذلك سنحتاج مصباحا يدويا يسلط لنا ضوءا أبيضا على الموشور، والنتيجة ستظهر لنا على هذه الشاشة البيضاء. أضع أمامكم الوثيقة 2، فهي توضح أكثر هذه العملية، وسأطلب منكم أعزائي ذكر مراحل إنجاز هذه التجربة. نعم أحسنتم، إذن الخطوة الأولى نعرض الموشورة للضوء الأبيض، ثم بعد ذلك إذن ينحرف الضوء عن اتجاهه الأول، ثم يتبدد الضوء الأبيض إلى أضواء ملونة. أما الآن فسنحدد الأضواء التي تنبثق من هذا المنشور. نعم جيد، إذا الأضواء التي تنبثق من المنشور هي الأحمر، يليه البرتقالي، ثم الأصفر، الأخضر، الأزرق، النيلي،
والبنفسجي. فماذا تكون هذه الأضواء؟ جيد جدا، تكون الأضواء الملونة المنبثقة من المنشور طيف الضوء الأبيض. يتبدد الضوء الأبيض فيعطي طيفاً مكوناً من أضواء ملونة. الألوان الرئيسية لطيف الضوء الأبيض 7، وهي بالترتيب الأحمر، البرتقالي، الأصفر، الأخضر، الأزرق، النيلي، والبنفسجي.